ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل اكله حلوه قوي مع بعض، وتنفع كمان للعزومات وتنفع كمان في رمضان. هنعمل النهارده كباب حله، معايا نص كيلو من اللحمه ومعايا البهارات، معايا جوز الطيب وفلفل اسود وحبه من القرفه، ومعايا 7 بهارات ومعايا مسترد. هنتبل اللحمه بس نص ساعه، وبعد كده هنبدا في باقي المكونات. هنبدا دلوقتي بقى ايه تتبيله اللحمه. عندي شويه مسترد. وما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك في القناه واعملوا لايكات كتير قوي، وبحبكم خالص. هنزل بالبهارات، بعد كده هقلب، المستردة حلوة قوي في اللحمة، في اي تتبيلات بصراحة بتبقى جميلة قوي، وكمان رخيصة مش غالية. ان شاء الله الاكلة تعجبكم، وبجد حلوة قوي، جربوها. وبس خلاص هي كده جاهزه معايا، هغطيها بالستريتش وادخلها التلاجة نص ساعه، وبعد كده هنبدا بقى المكونات. استنوني. ده شكل اللحمه بعد ما اتحطت في التتبيله شويه نص ساعه. معانا بقى المكونات، معايا بصلتين كبار مقطعهم جوانح، ومعايا بطاطسايه مكعبات، ومعايا طماطم وجزر وفلفل احمر وفلفل اخضر، ومعايا دلوقتي بهارات صحيحه، معايا ورق لورا، ومعايا مكعب من المرق، ومعايا 2 حبهان، ومعايا حته قرفه، ومعايا حاجه اسمها كوبا صيني بتبقى حلوه قوي في اللحمه بصراحه، ومعايا 2 من اسمها ايه؟ كوبا صيني. كوبا صيني. ومعايا 2 من المستكه ورشه سكر صغيره. يلا بينا نبدا. يلا بينا. معايا دلوقتي بقى زبدة وزيت، والنار تكون عالية. هنزل بقى باللحمة. لا هو بيتنزل عليا. واو ده الحتة طلعت بسرعة. عشان فيها بهارات. وبعد كده بقى هنزل بالبهارات الصحيحة. هنزل بالسكر والمستكة والكوبا الصيني والحبهان والورق لورا ومكعب المرق والحبهان. تقريبا قلت الحبهان مرتين، وكل ده على نار عالية. تمام، نفضل بقى نقلب كتير لحد ما نحسها صغرت شوية كده، واللون اتغير خالص، اللي هو الأحمر ده اتغير لون اللحمة اللي هو العيد اللي احنا بناكله. حطيت سنة سكر عشان هي بتسوي اللحمة أسرع، وكمان بتديها طعم حلو قوي. تقريبا من ساعه ما اتجوزنا سوا عملت الاكله دي مرتين، وانا ما كنتش اكلتها قبل كده الصراحه. البطاطس مع اللحمه مع التتبيله دي كلها حلوه قوي الصراحه، عجبتني. انا بحب اصلا البطاطس اكتر من اللحمه فيها. البطاطس لما بتدخل مع اللحمه بيعملوا طعم جامد قوي. في ناس ما بتحطش بطاطس، بس انا بصراحه بحب احطها قوي. تسلم ايديك يا حبيبتي، ربنا يخليك بالف هنا. ايه هنعمل ايه تاني؟ لسه ما قلت لما تاخد لون هنبدا نحط بقى المكونات. بصوا لسه فيها صوص ماشي، بس انا عايزه بقى البصل ياخد من الصوص ده عشان يبقى طعمه حلو قوي. ننزل بقى بالبصل. كل ما بتزودي بصل اصلا كل ما الطعم بيبقى احلى كتير. جايبه 2 كيلو بصل حضرتك. شوف والله ما بصلتش، بس هيكتبه في الاخر صح؟ اديها بصل تديك حلاوه. ايه تاني بعد كده؟ لا هنسيب بقى البصل لحد ما يدبل خالص، وبعد كده هننزل بقى ايه بالمكونات التانية. تمام. اكله سهله خالص ما بتاخدش اي وقت. اسراء بتجيب لكم اكل سهل جدا، يعني انا حفظته وهتفرج على الفيديو واعمله في ثانيه. يا ريت. انسي. يلا. واو الريحه تحفه. شايفين دلوقتي بعمل ازاي؟ البصل خلاص اخد لون من الصوص، وكمان دبل خالص. هنزل بقى باقي المكونات. هنزل بالطماطم والفلفل. الاكله دي بتاخد كل حاجه، طماطم بصل جزر تاخد كل حاجه. الجزر بقى بيديها طعم بجد تحفه، وبيكون مسكر قوي. وبعد الاكل وفي اخر الاكل يا جماعه اصلا مش بيبان حاجه، يعني انا لما كنت باجي اكل على طول كنت بلاقي اللحمه والبطاطس بس، الحاجات دي كلها بتختفي مش عارف ازاي. اللي بقى كل كلام القمر ده مع بعض. بصوا احلى حاجه بقى في الاكله دي انك بتحطي شطه، بصي بتبقى ولعه، بتبقى طعمها تحفه. لا ما بحبش الشطه. هحط. لا هحط شويه صغيره.
بص بكون مسخنه بقى ميه في الكاتل، هحط شويه عشان ايه كل ده يستوي مع بعض. بتاخد وقت قد ايه كده؟ بص هتاخد وقت مثلا يعني ساعه، لان انا بحب اسوي الحاجه قوي عشان ما انت عارف. اللحمه بتدوب بقى، انا بحب اللحمه تكون طريه قوي يا جماعه، فانا بسويها جامد قوي يعني بتبقى طريه خالص، فعشان دي بس لحمه كبيره فتاخد وقت شويه، انما لو اللحمه صغيره وفي ثانيه بتستوي. طب البطاطس هنحطها امتى؟ لا لما تيجي تقرب على اللحمه على السوا، لان البطاطس بتستوي بسرعه جدا. تمام. وطبعا مش حطيتش ملح خالص غير هو مكعب المرق وسنه سكر بس، هحط بقى الملح في الاخر. دلوقتي بقى خلاص هيقرب مستوى اهو زي ما انتم شايفين. ننزل البطاطس بس مشكلة الأكلة دي بتقعد كتير عشان تستوي. ما هي أي لحمة بتاخد وقت، بس اللحمة الصغيرة بتستوي أسرع. هسيبها شوية صغيرين وبعد كده إيه هحط الملح. زي ما انتوا شايفين ده الشكل النهائي، بجد شكله جميل أوي. أنا قدمته مع رز أبيض، وتيجي ندوق مع بعض. بجد تحفه قوي، كمان حار، فدي اكله مفضله اصلا بالنسبه لي، قدمته مع رز ابيض. جربوها بجد مش هتندموا. لو عجبكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اعملوا اشتراك للقناه، وبجد بحبكم قوي، اشوفكم وصفات جديده كل شويه. وكالعاده يا جماعه جه الوقت بتاعي اللي انا ادوق فيه الاكل. انا عارف ان في ناس كتير مش عايزاني اطلع ودوق الاكل وخلاص بقى القناه بقى تبقى بتاعتي سراوه تقفل عليا، لا بس انا لازم احط البصمه بتاعتي واكل وادوق برده واقول رايي. بسم الله، ده الشكل النهائي، مراتي كلت منه. شكله حلو قوي، رز ولحمة وبطاطس، يعني اكتر ثلاث حاجات بحبهم. بسم الله. حلو قوي. اتكوا بس عليها في السوا واصبروا عليها. بطاطس ولحمة جميلة جدا بجد. مش عارف بيسموها كباب حلة ليه بس شغال. ايه ده، انا خلصتها كلها ولا ايه؟ لازم اروح اكل معاها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا اشتراك في القناه، ولو عايزينها تظهر معايا اعملوا لايكات كتير يا جماعه عشان اشوف الموضوع ده بعدين. ويلا اشوفكم فيديو جديد، باي.